أنجرش هذا العام سيقدم 343 فعالية فنية، وسيقدم 50 فعالية ثقافية. سيشارك في هذا العام ما يزيد ما بين فنانين وأدباء وشعراء وضيوف من الأردن ومن العالم العربي ومن العالم، ما يزيد عن 2000 مشارك. سنستضيف ما لا يقل عن 1000 مشارك من خارج المملكة الأردنية الهاشمية في برامج المهرجان. لدينا 23 مسرح منتشرات على مساحة الوطن، ابتداء من الكرك انتهاء بإربد، سواء البرامج الثقافية أو البرامج الفنية. تفاصيل كثيرة، كل حدا من إخواننا الصحفيين يمتلك الكتيب ويمتلك الفلاشة التي بمحتواها كافة تفاصيل المهرجان، وبالتالي يعني ما مش هنستعرض البرنامج والفعاليات لأنه هي أصلاً متاحة بين أيدين الجميع. مرة ثانية نؤكد على أنه جرش 2023 سيكون مختلف. جرش 2023 سيحمل في طياته العديد من البرامج الجديدة. جرش 2023 نأمل أن يكون الجميع متواجد، لأنه إحنا وفرنا البرنامج الذي يلبي الطموح الطفل ذو 3 سنوات والشيخوخة التي تتجاوز 90 سنة. ومن يتبع أو يستعرض فعاليات هذا المهرجان من خلال الكتيب الذي بين يدي الجميع، تأكد أنه هذا التنوع مدروس. وعندما نتحدث عن 343 لا نستعرض بالعدد، نحن نؤكد وهذا موجود بين أيديكم مدى يعني دقة الاختيار ونوعية المنتج. عندما نتحدث عن الموسيقى نحن نقدم 15-20 نموذج موسيقي ببرنامجنا، من الموسيقى الكلاسيكية للفن الراقص للاستعراض للزجل، يعني تنوع كامل، لأن هذا ما يميز مهرجان جرش عن كل مهرجانات العالم. مهرجانات العالم تكتفي بحفلات فنية كل أسبوع أو على مدار أسبوع. مهرجان جرش الوحيد الذي يتناول كل الفنون بما فيها المسرح، بما فيها السينما، بما فيها موسيقى الشارع، الذي ابتدعت هذا العام وإن شاء الله تكون يعني بداية موفقة. مش راح أطيل الحديث كثير، أخذت وقت زيادة. على ماذا يحتوي جرش؟ طبعاً أنا هذا سؤال بسأله كل يوم. هذا سؤال مهم ونتوقف عنده بكل عناية وبكل نقدية. إذا لم نتحدث بحاجة عقلية نقدية، علينا أن نقدم أنفسنا نماذج ناقدة ونقبل النقد. هذا سؤال سنقدم جواب له مبني على بحث علمي كمي ونوعي. سيكون هناك باحثين متخصصين يعني لا علاقة لهم بمهرجان جرش وظائفيا، لا أنا لا أحكم عليهم إطلاقا ولا لي علاقة إطلاقا، إلا أنه أنا طلبت من جهة بحثية متخصصة بتقييم المهرجانات العالمية والدولية أن تأتي لتقييم مهرجان جرش على مدى السنوات الماضية وماذا يقدم الجديد وكيف سيختلف جرش 2022 وماذا على جرش أن يكون في الأعوام القادمة ضمن رؤية ملكية ورؤية للمملكة الأردنية الهاشمية بمفهوم فني ثقافي إبداعي ابتكاري شامل. هذا سيتم تقديمه كما قلت لا مدير المهرجان ولا وزير الثقافة، وحتى اللجنة العليا هي التي ستطلع على البحث العلمي الموضوعي المتكامل قبل أن يطلع عليه أي موظف. أبدا، اللجنة العليا سيتم إطلاعها على هذا، والداعين للمهرجان سيتم إطلاعهم على هذا التقرير وبكل موضوعية. أما محاولات أن يكون جرش مختلفا، نعم نعتقد أن جرش سيكون لهذا العام أكثر تنافسية، أكثر نوعية. لا مش أي حدا بتقدم في نوعية أردنية متميزة، فنانين ثقافيين شعراء أردنيين شباب، وفي عندنا أعداد واضحة من الشباب المشاركين سواء كانوا فنانين أو مسرحيين أو متخصصين
بالطفولة المبكرة. السردية الوطنية الأردنية ستكون موجودة ضمن كل توجهاتنا العامة. الصناعات الثقافية الإبداعية والصناعات السياحية الثقافية ستكون موجودة. في مؤشرات واضحة لأن مهرجان جرش في تنافسية أكثر في تطور نوعي. أما المطلوب المزيد، نعم المطلوب المزيد، وسنطلعكم إن شاء الله قريباً على تقييم موضوعي لماذا قدم مهرجان جرش ودور مهرجان جرش في تحسين نوعية الحياة لجرش وللمملكة الأردنية المشتركة، بس لأهل جرش إن شاء الله. يعني حدث بصراحة عظم عضلات فنان أردني، احنا نعتز ونفتخر دائما بما يقدم، وهو السفير الرئيسي لكل الاردن داخل كل الوطن العربي والعالم، وبالتالي يعني مثل ما نحن نحتفل بان يقدم الفنان العربي بوحده على المسرح ويضع ما يريد، ايضا الفنان الاردني يستحق ان نعامل بهذه الطريقه. فاعتقد ما في اثنين يختلفوا على انه عمر العبدالله نجم الأردن، مثل ما عندي ظروف أخرى لكن هو نجم أكثر استطاعة. فمن هون تم الاختيار أن يكون عمر في ليلة، وهذا كان أيضا التنسيق مع إخواننا. أيضا إحنا لا نتخيلوا حجم ونوعية الشراكة الموجودة بيننا وبين النقابة وبين كل المؤسسات اللي بنعمل معها. تشاركية تامة. استعدادات يا سيدي الأخوان عبد الرحمن هو فنان كبير، فنان سعودي مهم، له جمهوره الكبير. انا بحب احكي شغله امام الاعلام والصحافه كامله، وانا دائما يعني ان شاء الله اني امتاز لل احنا هذا العام كل التذاكر مطروحه على المنصات، وهذا موجود ايضا بين ايديكم. معظم ان تقل كل فعاليات مهرجان جرش ستقدم مجانا، لكن عليك أن تدخل إلى الموقع وأن تختار التذكرة وتأتي بها حتى تتمكن من الدخول إلى الفعاليات مرة ثانية. بعض الفعاليات سيتم طرح أسعارها، وأنا سأتحدث عن الأسعار وليست بالسر، هي 20 دينار لكل فعالية. إحنا بإدارة المهرجان وباللجنة العليا أخذنا قرار لا نهدف، وأنتم تعلمون ذلك، عمر مهرجان جرش ما كان يصبح الربح.